بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الثالث بقى عندنا طبعا هو الاميلودوسس، وده يمكن الموضوع اللي احنا ليه ارتباط قوي بالمالتو والمايلوما، عشان كده احنا هنقوله بعديها على طول. الديفينيشن يعني ايه كلمة اميلودوسس؟ يمكن احنا سمعنا عن الكلمة دي مرة كده في الباثولوجي زمان، ممكن كناش كنا فاهمين قوي موضوع معناه ايه، لكن هو عبارة عن هيدروجينوس جروب اوف ذا ديزيز. نفس الكلام اللي احنا قلنا قبل كده، يعني مجموعة حاجات بتحصل في الأمراض characterized by tissue infiltration with misfolded protein precursors as amyloid protein. يعني ايه الكلام دوت؟ ال misfolded protein ده هو the most complex form of protein، زي ما هنشوف دلوقتي. بروتين اتكون في الجسم، السبب بتاعه ايه ما احناش عارفين، وبدأ يحصل له برسبتيشن في الأنسجة، محصلة نهائية ان الأنسجة دي هتبدأ تتأثر بالبروتين اللي اترصف فيها دي، ويحصل malfunction ونخش في مشاكل في الأورجان دي. دي صورة كده بتوضح أي بروتين في الدنيا زي ما احنا فاكرين أيام زمان. الريبوسومز كانت بتيجي جزء من الدي ان ايه بيتفصل عن طريق المسنجر ار ان ايه، وبعد كده بيجي الريبوسومز يركب عليه ويبدأ يجيب الأمينو أسيدز، وكل الأمينو أسيدز لما تركب ورا بعضها تعمل what's called the primary protein instruction، اللي هي الصورة الجزء الأولاني. لما كل اتنين ستراند ماشي او يتربطوا بهيدروجين بوند او ببتايد باك بون، الامينو اسيد فولدد انتو ا ريبيتنج باترن، يعني يبدا تبقى بقى ايه شيت كده ورا بعضه. بعد كده لو الثري دايمنشن فولدنج باترن للبروتين بيتسمى تيرشري بروتين ستراكشر. وبعد كده لو جه كوارتري بروتين ستراكشر، ده بروتين كونسيستنج اوف مور ذان وان امينو اسيد تشين، واحده واحده واحده. بقى تاني هو كان امينو اسيد ورا بعضها، وبعدين بقى شيت لما الامينو اسيد ده طول، وبعدين بقى فولدد، ولما بقى فولدد واحد واثنين وثلاثة أربعة وأربعة فولدد مع بعض يعملوا الكوارتري. طبعا المالتو المايلوما هو the most complex form of the protein اللي هو آخر واحد. ال definition amyloidosis should be considered any patient presenting with، ويمكن دي أهم سلايد عندنا في المحاضرة بتاعت النهاردة. مين العيان اللي انا هفكر فيه ان هو ممكن يكون amyloidosis؟ رقم واحد nephrotic range of proteinuria، جالنا مريض ماشي، وبعدين العيان ده بنعمل تحاليل روتين انفستيجيشن، لقينا فيه بروتين في اليور، فطلبنا منه يجمع بول 24 ساعة. لما جمع البول 24 ساعة لقيناها اكتر من 1 جرام. اكتر من 1 جرام ده اللي هو النفروتيك رينج، اللي هو يقول ان العيان ده عنده اوتوميون ديزيز اللي هو النفروتيك. لو انت العيان ده وان اكسبلينت وما عندكش اي اسباب تفسر لك هذا البروتين، بنبروسيد على طول ان احنا نعمل رينال بايوبسي، ممكن العيان ده يطلع مايلودوسس. طيب انفلتريف كارديوميوباثي او هارت فيلير ويز بريزرفد اجكشن فراكشن. الانفلتريف كارديوميوباثي ده شفناه في حالات قبل كده، بتبص تلاقي الكالر بتاعة الهارت برايت، الكالر بتاع الهارت برايت في الايكو لونه فاتح، ولما تيجي تدور في العيان ده على اي هيستوري لاي حاجه ما تلاقيش. برضو لو عملنا انفستيجيشن العيان ده ممكن يطلع امايلودوس ويز بريزرف اجكشن فراكشن، يعني هو الاجكشن فراكشن بتاع الهارت نورمال، ولكن كميه الدم اللي طالعه من القلب مش كافيه ان هي تروح لبقيه اجزاء الجسم. هيباتوميجالي without specific imaging finding برضو، ولو ان الهيباتوميجالي عندنا في مصر يعني اكتر سبب ليه هو الناس الاوبيز، لكن برضو لو لقيت هيباتوميجالي unexplained ممكن لو خدنا بايوبسي يطلع العيان ده امايلودوسس. بريفر نيوروباسي اللي هو التهاب في الاعصاب الطرفيه particularly if monoclonal protein is present، برضو نخلي بالنا مش كل واحد هيطلع عنده شويه التهاب في الاعصاب الطرفيه العيان ده هيطلع امايلودوسس، بس لكن لو لقينا معاه مونوكلونال بروتين فكر شويه في الموضوع. اني بيشنت ويز اتيبيكال مالتو مايلوما، الله هو ايه بقى علاقه ده بالموضوع؟ ما هم لقوا ان المالتو مايلوما هي عباره بروتينز بتطلع من الابنورمال اميونوجلوبولينز، يعني في الاخر هي بروتين برضو. طيب يعني لو انا لقيت بروتين بس البروتين ده مش محقق الكرايتيريا بتاعت المالتو مايلوما، يعني ما فيش بلازما سيل في البون مارو اكتر من 20%، العيان ده ما فيهوش اوستيوليتيك ليجنز، الحاجات اللي احنا قلناها كلها في المالتو مايلوما، this patient must be considered as amyloidosis.
الصورة دي محطوطة بس عشان أوريكم إن في أكتر من تايب من الأمايلويد بروتين. كل يوم يكتشفوا أصلا أنواع جديدة من البروتينات دي، ومعظم أكتر من 22 نوع دلوقتي. فلو شفتوا في جدول على الشمال أمايلويد تايب، دي أسامي البروتينز كلها، وفي النص السب يونت بروتين، كل واحد طالع منين أو شكله إيه، وفي الآخر خلاص كلونيكال أورجان انفولفمنت. لو بصيتوا كده هتلاقوا مكتوب هارت، كيدني، ليفر، نيرف، gastrointestinal، thyroid، carpal tunnel، skin. ايه ده؟ هو المرض ده الجوينت soft tissue، والمرض ده مبيظهرش حتى في الجسم وما بيحصلش فيه precipitation؟ لا، according للبروتين ممكن يترصف في اماكن كتير جدا في الجسم. الكلينيكال بيكتشر بتاع العيان ده السيمبتومز ار فيج ادفانس سبيسيفيك، ودي الكلمه المهمه جدا. يعني العيان ده مش هيجي يشتكي لك من اعراض محدده، هو اكوردنج للفلتريشن بتاع الاورجان هيبقى المشاكل بتاعت الاورجان دي. الماجورتي اوف ذا بيشنت ويز اي ال امايلوتوزس ار ميل، معظمهم ميل 66%، انلايك المايلوم. لكن هو ممكن يجي بفاتيج، ويت لوس، لور اكستريميتيز، اديما. من ضمن الحاجات المميزه قوي، هنشوف الصوره بتاعتي دلوقتي حالا، بيجي عينين دور بيربرا حوالين الايلت. وما تسالونيش ايه السبب، محدش عارف الكلام ده، لكن دي حاجه كاركترستيك للاميلوتوسس. وساعات بتيجي في الفيس او النيك والانتيو تشيست اباف النيبل لاين. برضو الانلارجمنت اوف ذا تنج واحد من الكاركترستيك بتاع الاميلوتوسس، ولو ان احنا عندنا اسباب كتير للانلارجمنت اوف ذا تنج. هيباتوميجالي تبقى موجوده في تقريبا 20% من العيانين. ده المنظر اهو، الصورة اللي على اليمين بتاع الانلارج التانج، والصورة اللي على الشمال الاميلودوس بيربرا. لو خدتوا بالكم دي مش راكون اي، ده مش العين اللي واخد بوكس في عينه فبتبقى عينه مزرق او ورم. العين دي مش ورمة، هي زرق بس حوالين العين. اللابوراتوري فايندنج، لو عملنا اميونو الكتروفوريسز واميون فيكسيشن نفس التحاليل بتاعت المالتو مايلوما في السيروم وفي اليورين، السيروم and serum immunoglobulin free light chain assay، بوست كابا ولامدا هيطلع موجود فيه. وممكن نعمل تحليل تاني اسمه serum free light. اللابوراتوري فايندنج، طبعا الاميلويد ديبوزيت ار اولويز اكسترا سيلر اند اندر لايت مايكروسكوب ابير امورفرس اند بينك وين سين افتر ستاندر هيماتوكسين اند يوسين ستين. زي ما انتم شايفين في الصوره دي، لو انا عملت صبغه هيماتوكسين اند يوسين، الصبغه دي هتبان لونها احمر كده او بينك الاماكن اللي فيها اميلودوسس. all amyloid deposit bind to congrete dye، نحط خط كده تحت دي. الكونكريت داي دي الموست سبيسيفيك داي اللي هي بتشخص لنا الاميلودوسس، وبتدمنستريت جرين بريفرجرنس اندر بولاريزد لايت، اند ذيس تيست ريمين ذا ستاندرد دايجنوستيك بروسيدور ريكوايرد تو كونفيرم ذا دايجنوستيك اميلودوسس. زي ما انتم شايفين كده، ممكن بناخد سبكوتينيوس فات، والسبكوتينيوس فات ده بنحطه تحت الميكروسكوب، نصبغ بصبغة الكونكريت داي. الصورة اللي على اليمين أقصى اليمين هتلاقوا فيه زي خطوط كده لونها أصفر في أخضر كده، الخطوط دي هي دي بتاعت الأميلودوسس. العيان في الأميلودوس ده بيتعالج إزاي؟ زي ما انتوا شفتوا، بما ان الأميلودوس ده abnormal protein وكان بي infiltrated any organs، طبعا الموضوع ده ممكن يبقى fatal. الفكرة ان البيشنت ده بما ان هو البيهيفير شوية قريب من المالتو مايلوما، وجربوا التريتمنت بتاع المالتو مايلوما فلو بيجيب ريزلت كويسة جدا. وبالتالي برضو نفس القصة، العين ده ممكن ياخد يتعمل له اوتولوجاس بومر ترانسبلانتيشن من الفلاندكسا لينالدوميد اند بروتازيماب، نفس الأدوية اللي احنا بنستعملها في المالتو.